مساء الخير مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان لليوم الرابع على التوالي. نحن معكم من قاعة نادي غزير بنقل مباشر لا ستيب أهاد سامر ليج. كان من الواضح بالأيام الثلاثة الأولى من البطولة أنه فريقي أكس أكس أل وسيسكو هني الأقوى هني الأفضل، قدروا يتصارعوا على صدارة الترتيب العام يلي بضم طبعا خمس فرق. أكس أكس أل كان عم يفوز بأول مبارتين، سيسكو كان عم يفوز بأول مبارتين، إنما سقوطه يوم أمس بيفرض عليه أنه بختام مبارياته بالدور الأول أنه يحقق الانتصار اليوم وأقله يحاول يضمن الصدارة. مع بداية المباراة يلي رح نتابعها نحن وياكم بهالأثناء، طبعا كنا عم نتحدث داني عن اكس اكس ال وعن سيسكو. اكس اكس ال يلي عم نشوف تشكيلته على الشاشة مع العديد من الأسماء المميزة، أكيد ما عندنا وقت نحكي عنها إلا خلال مجريات المباراة. اكس اكس ال داني كان عم يفوز بأول مبارتين بنتائج كبيرة، سيسكو ايضا كان عم يسجل بداية مميزة، انما يوم امس سقط بمفاجأة امام برو ام. مثل ما قلت اكيد شربي لانه فريق الاكس اكس ال لحديت هلا هو بصدارة او بالاحرى بالمركز الثاني بتسع نقاط، ولكن من مبارتين بالوقت لفريق سيسكو عم يتصدر الترتيب بعشر نقاط ونص من ثلاث مباريات، وبالتالي اليوم مباراة رح تكون مهمة كثير على صدارة الترتيب. محاولة ثلاثية كانت من خلينا نحكي شوي عن الترتيب داني، يعني سيسكو بالمركز الاول ب 10 نقاط ونص من ثلاث مباريات، اكس اكس ال ب 9 نقاط من مباراتين، فرانك ب 6 نقاط من ثلاث مباريات، برو ام ب 3 نقاط من مباراتين مع اول سله بمباراه اليوم من اللاعب مارك ابي خرس كان عم يسجل من المسافه البعيده وعم بيعطي التقدم لفريق سيسكو 3-0 بعد نحو دقيقة من انطلاق المباراة. عمر الترك اللاعب المخضرم لاعب فريق الرياضي السابق والمتحد الموسم الماضي، ستيل كان تيرن اوفر من فريق اكس اكس ال، سيمو داوود لنيثن ووكر عم يخترق جوليان خواجه المسافة البعيدة، فريق سيسكو عم ينطلق بهالمباراة بباك تو باك من المسافة البعيدة، ثلاثية ناجحة من اللاعب جوليان خواجة و 6-0 تقدم فريق سيسكو، بداية قوية 6-0 ران. ميغيل مارتينيز عم يخترق ولكن بلوك شوت كان رائع من مارك ابي خرس وعم يحصل خطأ اللاعب ميغيل مارتينيز، سايد بول راح تكون. عم نشوف رمزي الامين، عمر الترك، عبد الوهاب الحموي، ميغيل مارتينيز واللاعب أنطوني سوفان. عمر ترك عم يدافع عليه جوني نمر، عم يخترق محاولة ثلاثية من رمزي الأمين ما بينجح، ريباوند كان ديفنسيف ريباوند من جوني نمر لمارك أبي خرس، عم بينجح مارك أبي خرس، بداية قوية نقطته الخامسة لمارك. يعني البداية القوية لسيسكو داني بعكس يمكن التوقعات الكثير يلي كانت قبل بداية المباراة، كان الكل عم يتحدث عن اكس اكس ال يلي معه لاعبين أجنبيين، كاميرون بيل اللاعب الامريكي وعبد الوهاب حموي اللاعب السوري، اضافه الى عناصر خبره منهم عمر الترك حاليا يلي عم يحاول يعمل الدرايف الى السله مع بسجل عبد الوهاب على الاوفنسيف ريباوند. هيدا الامر يلي كان كل عم يتحدث عن وجود عبد الوهاب حموي تحت سله اي فريق ممكن يعمل مشاكل، ولا اي لاعب راح يكون قادر يوقفه على صعيد الريباوند على صعيد المتابعات. الفارق كبير بالطول عم يكون بينه وبين اللاعبين. اكس اكس ال مش بس بضم لاعبين اجنبيين انما بضم عناصر خبره، عم نتحدث عن ميغيل مارتينيز، عم نتحدث عن عمر الترك، عم نتحدث عن طارق عموري وسيفان كتنجام، الاسماء المعروفه. بطبيعه الحال هو المرشح الابرز للفوز بالسكند اديشن من ستيب اهاد سامر ليج، بالوقت يعني سيمون داوود حاليا هو بالهجمه من ناحيه الفريق الابيض، سيمون عم بيحاول يسجل 8-0 ران لسيسكو، وسيسكو مستمر بهجماته وبمحاولاته. عم شوف بالاعاده انطوني سوفان هو يلي كان عم يرتكب الخطا على سيمون داوود، تو فري ثروز للرقم 8 سيمون داوود. فوز برو ام على سيسكو كان مفاجئ يوم امس، اول نقطه بمباراه اليوم لسيمون عن خط الرميات الحره. فوز برو ام على سيسكو 93-87، ايضا الثاني عم بيسجلها سيمون، 2-2 2-0 ران لسيسكو ببدايه المباراه. رمز الامين هو على سيت بلاي حاليا من ناحيه الفريق الاحمر، من ناحيه فريق اكس اكس ال
رمزي العمر الترك ملك الثلاثيات عم بيحاول من خارج بعم ينجح، انما التب عم بتكون من حمشو عبد الوهاب حموي اللاعب يلي كان متعاقد مع نادي الحكمة بالموسم الماضي. انما ما شارك جوليان خواجه بمحاولة جديدة المرة ما عم ينجح انه يسجل ايربول وكرة لمصلحة سيسكو. 16 ثانية متبقية على هالهجمة للفريق الابيض. مارك منه لسيمون، نيثن ووكر بعد ما شفنا تسديداته كان سجل 6 ثلاثيات بأول مباراة أو بتاني مباراة خاض سيسكو أمام عساكر بوقت اختير MVP المباراة، سجل 25 نقطة منهم 6 ثلاثيات يعني 18 نقطة. بده دعس على الخط أنطوني سوفان. جوني نمر هو اللي عم يلعب دور البلاي ميكر حاليا من ناحية سيسكو مع مرور 4 دقائق على بداية الكورتر الأول. جوليان خواجة بمحاولة جديدة عن 3 بوينتس ما عم ينجح، الديفنسيف ريباوند لعمر الترك. عمر حاول يروح باتجاه السلة، عمر لرمزي الأمين، أيضا رمزي بحاول الأسس إنما تيرن أوفر مقطوع الكرة. أيضا مارك أبي خرس إلى خارج أرض الملعب. يعني البداية السريعة على سيسكو فاجأت اكس اكس ال داني بشكل او باخر، وخصوصا انه اكس اكس ال بعد ما لقى حاله تحت سلة سيسكو. هيدي مش اول جيم نشوف شرب الفريق الاكس اكس ال عم ينطلق بطريقة بطيئة وبعدين عم يرجع يعمل ادجستمنت المطلوبة، وهيدا الشيء دليل انه عنده لعيبة خبرة قادرين يرجعوا يردوه على اجواء المباراة. يعني الامر اللافت هلا عبد الوهاب حموي عم تشوفه تحت السلة عم ينجح انه يسجل نقطتين، انما الطريقة الدفاعية اللي عم يدافع فيها توني كارا قد ما فيه عم يخلي عبد الوهاب حموي بعيد عن السلة، عم يخلي دفاعه متقدم بعد الشاطئ، يخلي عبد الوهاب حموي بعيد بيعرف خطورته تحت السلة وشفناها من خلال هالنقطتين يلي سجلهم. أكيد عم نشوف بهاللحظات فريق اكس اكس ال كان عم يسجل نقطته الرابعة وعشرة أربعة بعد 5 دقائق من انتهاء المباراة. رمز الأمين كان عم بيعمل كات على السلة ولكن بلوك شوت. جوليان خواجة عم ينطلق بالفاست بريك. جوليان خواجة ما بينجح من أول مرة ولكن بيتابع بسرعة. جوليان خواجة هاللاعب راجع من إصابتين ACL وفعلا عم بفرجي مستوى كتير كبير. لاعب كان عم بيلعب الموسم الماضي مع فريق الانديو وبيقعد أيضا أنه يكون عم بيلعب قريبا يمكن بالدرجة الأولى. رمز الأمين ميغيل مارتينيز، ميغيل على المسافة البعيدة ما بينجح، والريباوند كان من نيثن ووكر. ما شفنا اليوم تسديداته بعد لنيثن، مصوب من الطراز الرفيع نيثن ووكر. خطأ كان على ميغيل مارتينيز. سايد بول رح تكون مع فريق الاكس اكس ال. تقدم سيسكو عم بيكون 12-4 بعد مرور 5 دقائق من الربع الاول. تايم اوت الاول بالمباراة. فريق سيسكو اكيد نرجع بنذكر انه بيتصدر الترتيب ب 10 نقاط ونص بعد 3 مباراة خاضها، بالوقت لفريق الاكس اكس ال بيحتل المركز الثاني ب 9 نقاط ولكن خاض مباراتين، واليوم عم بيخوض مباراته الثالثة. أما فريق فرانك فعم بيحتل المركز الثالث ب6 نقاط من 3 مباريات. المركز الرابع عم بيكون لفريق برو آم ب3 نقاط من مباراتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق عساكر عم بيكون معه 1.5 نقطة من مباراتين. الأول بمباراة اليوم سيسكو بهم يحافظ بطبيعة الحال على تقدمه 8 نقاط، الفارق 12-4 قبل 4 دقائق و38 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. عم نلاحظ شربي انه فريق سيسكو كان عم يتكل على الفاست بريكس ببداية المباراة، هيدي اكيد رح يجرب الكوتش احمد فران مساعد مدرب فريق الرياضي انه يلاقي لها حل، وبعتقد عنده حلول، عنده لعيبة قادرين يركضوا بأرض الملعب، قادرين يرجع على ترانزيشن ديفنس بشكل اسرع. سيمو داوود سايد بول عم يكون شو رح يكون رد فريق الاكس اكس ال. عودنا الكوتش احمد فران وفريقه انه قادرين يرجعوا من بعيد، ما ننسى انه عنده سلاح على البنش بعد ما استعمله هو طارق عموري وكمان اللاعب الامريكي كاميرون بيل. هون كان عم نشوف عبد الوهاب الحموي اللاعب السوري على الريباوند،
الرمز الامين طارق لميغيل مارتينيز. عم نشوف ميغيل مارتينيز لعبد الوهاب الحموي تحت السلم ما بينجح وريباوند كان من مارك ابي خرس. جوني النمر اوبن شوت عم تكون من جوني ما عم بينجح ريباوند لرمزي الامين. ميغيل مارتينيز عم بيقود الهجمه السريعه وعم بيحصل على خطا من جوني النمر. يعني كان الاصطدام بين جوني وميغيل قوي. عم نشوف هون فريق الاكس اكس ال بلش يسرع اكثر من ايقاع المباراه، عم يجرب يستفيد من سرعه ميغيل بالانطلاقات. عنده ايضا ما بدنا ننسى لاعب الرمز الامين قادر يحرك الهجوم بالوقت اللي بعد ما شفنا شربي لعمر الترك، تسديدات عمر الترك. هون يمكن شوي عن شوي رح نبلش نشوف ادجستمنت من قبل الكوتش احمد فران ليستعمل اللاعب عمر الترك من المسافه البعيده. يعني اللي فينا نقوله داني انه الفعاليه غايبه عن الفريقين، فعلي غير بيع الفريقين من خارج القوس من برات الارك. يعني نيثن ووكر حتى بعد ما سجل اي نقطه بالوقت يلي عودنا على ثلاثياته من ناحيه سيسكو يلي سجل ثلاثيتين بهالمباراه مقابل عمر الترك. اكيد عبد الوهاب الحموي عم نشوفه عم بيكون مصدر ثقل فريق اكس اكس ال ببدايه هالمباراه. ست نقاط هن نقاط الكامله لفريق اكس اكس ال بهالمباراه لحديت هلا، كلهم من اللاعب السوري العملاق. اكيد عم يجربوا يستغلوا وجوده وطول قامته تحت السله بالوقت يلي نيثن ووكر بشكل سريع عم يرد علي باول 3 بوينتس بمباراه اليوم. نيثن بعدنا كنا عم نحكي اول 3 بوينتس عم يسجلها نيثن ووكر لإله بهالمباراه مع رمز الامين بمحاوله الاختراق بواجهه مارك ابي خرس. بحاول ياخذ شوطه بيلعب لبرا لعند ميغيل. ميغيل تحت رقابه سيمون داوود، الامور ما سهله ابدا عم تكون على مارتينيز. ميغيل ايضا بالدريبلينج وبالميد رينج شوت ما عم ينجح عم يسجله. شوفوا الفولو، شوفوا الفولو من عبد الوهاب حموي. هيدا هو الفارق بين الفريقين، 8 نقاط للاعب السوري لحد الوقت. هيدا هو الفارق يلي تحدثنا عنه. صحيح الفارق عبد الوهاب حموي 8 نقاط من قصد 8 لاكس اكس ال مقابل 15 نقطة لسيسكو. عمر ترك مرة جديدة عم بيكون هو على الديفنسيف ريباوند. عمر يسلم رمز الامين مثل العادي انطوني صوفان بعده موجود على ارض الملعب بالوقت يلي في ستيل من مارك ابي خرس يلي عم يطلق الى جانبه جوني النمر. وجوني هالمرة عم ينجح انه يسجل اول نقطتين لجوني النمر بمباراة اليوم. طلب الاسس من مارك ابي خرس وسجل بسهولة تامة من تحت السلة. عمر الترك مجددا، عمر البحث عن اولى سلاته بالمباراة ما بينجح بهالامر. جوليان خواجة على الريباوند، ممتاز جوليان بمرر لسيمون داوود بالعالي. سيمون بالجامب انما يبدو كانه خاف من البلوك. سيمون داوود فقد التركيز والكنترول على الكره بالثواني الاخيره بالوقت يلي عمر الترك عم يحاول من خط الثلاث نقاط عم ينجح بهالامر. رمز الامين بحاول لي عبد الوهاب مره جديده الفاست بريك مع مارك ابي خرس. وشوفوا الاسيست الرائع ولا اروع، برافو يا مارك ابي خرس على الاسيست الرائع لسيمون داوود. هيدي هي اللمحات الفنيه بالاعاده الثانيه. شوفوا من خلفه تماما لعب الاسيست لسيمون داوود يلي سجل. صح هون عم نلاحظ شربي الترانزيشن ديفنس عند فريق الاكس اكس ال عم تكون بطيئه كثير، عم بيستفيدوا منها كثير سيمون داوود، جوني النمر، مارك ابي خرس، حتى جوليان خواجه عم ينطلقوا بشكل كثير سريع. وعم نلاحظ انه معظم نقاط فريق سيسكو باخر فتره عم تكون من فاست بريك. يعني اذا عامل الطول عم يخدم اكس اكس ال، عامل السرعه لمصلحه سيسكو من دون شك. صح اكيد طابي هلا بهاللحظات مع فريق اكس اكس ال. رمزي الامين، رمزي لعمر ترك ما كان نجح باول محاوله، عم بيعطي لانطوني صوفان من الكورنر ما عم بينجح. وجوليان خواجه كان عم يستقتل على الطاق او مارك ابي خرس، ولكن الكره عم تبقى مع فريق الاكس اكس ال. دقيقه و23 ثانيه متبقي لنهايه الربع الاول، تقدم واضح لفريق سيسكو 19-8. رمزي الامين بدري شات من عبد الوهاب الحموي ما عم ينجح بعد ولا لعيب من فريق اكس اكس ال غير عبد الوهاب نجح انه يسجل. 8 نقاط لعبد الوهاب الحموي بالوقت الزملاء وبعضهم صايمين عن التسجيل. خطا من ميغيل للاعب الامريكي، اوفنسيف فاول بالاحرى، اوفنسيف فاول. الحكم رباح الجام عم بيحتسب اوفنسيف فاول على اللاعب الامريكي نيثن ووكر. توني كارا اكيد كل همه يحافظ على النتيجه، سعيد اكيد بانطلاقه فريقه، اكيد وكل همه يحرز اول نقاط المباراه. يعني شفنا يوم امس سيسكو كان عم يخسر انما عم يحصل على العدد الاكبر من النقاط بمواجهه برو ام. 3 نقاط حصل عليهم سيسكو رغم خسارته للمباراه مقابل نقطتين لبرو ام. ميغيل مارتينيز من الميد رينج مره جديده، المره عم ينجح بالتسجيل رغم صعوبه الشوت. اول نقطتين لاميغو بهالمباراه 48
الثانية أول لاعب بينجح إنه يسجل غير عبد الوهاب الحموي من ناحية الفريق الأحمر. 40 ثانية على نهاية على كوارتر مع ووكر يلي عم يحاول على ثلاث نقاط أيضا مش بيوم اليوم. اللاعب الأمريكي عمر التريك عم يقول له بهالطريقة بيسددوا ثلاث نقاط يا نيثن ووكر. ما معقول عمر التريك كيف وقف عمل ستوب ولعب الكرة من المسافة البعيدة من خارج الأرك وسجل أول ثلاث نقاط لإله بمباراة اليوم. كنا عم نقول إنه هيدا سلاحه الأبرز، سلاحه الأقوى للرقم 8 لاعب المتحدة طرابلس الرياضي سابقا سيمون داوود. عم يمرق 8 ثواني 7 6 5 سيمون معقول رد بشكل سريع سيمون داوود نقطه السابعة بالمباراة. سيمون داوود مع نهاية الكوارتر الأول بتقدم سيسكو بنتيجة أكثر من ممتازة 22-13 لمصلحة الفريق الأبيض. أحمد فران عنده كثير أشياء يقولها للاعبين وعم تشوفوا إذن نتيجة الكوارتر الأول. أكيد هون شربي اللي بدنا نشوف كوتش أحمد فران، نرجع نقول إنه عنده عناصر على البنش بعد ما استعملون منهم اللاعب الأمريكي كاميرون بيل اللي بيعطي كتير إنرجي على أرض الملعب، رح يقدر أكيد هي تشكيلة أكس أكس أل عم شوفنا يعني بنشوف شربي اللعيبة مثل طارق عموري بعد ما استخدمهم قادر كمان يقلب له كتير على أرض الملعب. كاميرون بيل حتى سيفاكي تنجيان حتى رالف حقل هن لعيبة فيك تستعملهم أكيد وكذا لعيب منهم هني رول بلايرز بيقدروا اكيد يستخدموا لتعطيل مثلا الفاست بريكس من الترانزيشن ديفنس او يستفيد من لعيبه اخرين من الناحيه الهجوميه. ايضا من ناحيه توني كارا لا يزال هناك بعض الاسماء يلي بيقدر يستعملها مثل ريتشي ابي فارس يلي كان افضل لاعبي سيسكو بالمباراه الاولى امام فرانك وقت سجل 15 نقطه. ريتشي ابي فارس واحد من اللاعبين المميزين بيقدر يستفيد منه توني كارا يلي عم نشوفه أمامنا. أحمد فران والتعليمات لكاميرون بال يلي يبدو رح يشارك بالمباراة رح يسجل مشاركته الأولى، لكن هو هيدا سلاح اللي خباه بالمباراة الأولى أمام برو أم. أحمد فران كان كاميرون بال وبوقتها نجح إنه يحقق نتيجة كبيرة بفارق 20 نقطة 102-82. أكيد بدنا نذكر شربي إنه بكرة بينتهي خلينا نقول دور الأول من البطولة، كل الفرق بتكون لعبت مع بعضها أكيد من مرحلة واحدة. نهار الجمعة بينطلق الدور نصف نهائي، الأول بيلعب مع الرابع والثاني مع الثالث. أكيد المواجهة الأولى من الدور النصف نهائي رح تكون نهار الجمعة، أما المواجهة الثانية فرح تكون نهار السبت قبل ما يكون الختام ختام النسخة الثانية من ستاب أهال سامر ليج نهار الأحد. بحب ذكر داني إنه بكرة مباراة بكرة رح تكون منقولة أيضا مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان، إنما مش مثل ما تعودتوا بأول أربع أيام بالبطولة، مش الساعة 5:30 رح تكون المباراة الساعة 9:30 المساء. المقابل المباراة النهائية رح تكون الأحد الساعة 5. ريتشي أبي فارس إذا دخل إلى أرض الملعب، أيضا جورج شويري من ناحية فريق الأبيض دخل إلى أرض الملعب. رح نشوف التبديلات إذا رح تنجح تخلي استابيليتي حاضرة عند فريق سيسكو بالوقت يلي زياد العلي عم يخسر الكرة. لاعب نادي المتحد عم تنتقل لطارق العموري، العموري ممتاز جدا العموري، حاول يدخل بهالكرة إنما ما نجح إنه يسجل، كان أفضل لاعب بمواجهة فرانك طارق عموري. ريتشي أبي فارس أول دخوله شو عم عطوله إذا فينا نقول عم بيسجل نقطتين. ريتشي عم يرفع الفارق إلى 11 نقطة. عم نلاحظ شربي من جانب فريق الإكس إكس إل دفع المدرب أحمد فران بثلاثة جاردز، عم نشوف سيفاك تنجيان لوسيانا خول واللاعب رالف عقل كمان طارق عموري عم بيلعبوا أكيد كسمول فورورد مع اللاعب كاميرون بالي هو كمان جارد، يعني التشكيلة كلها رح تكون جاردية من قبل المدرب أحمد فران. كل هالشيء كرمال يقدر أكثر يسرع من إيقاع فريقه، عم يكون كان بطيء بالربع الأول وخصوصا بيقدر يستغل عدم وجود لاعب ارتكاز بيج جاي إذا فينا نقول تحت سلة سيسكو، بيقدر يستفيد من الأمر أقله قبل ما يرجع عبد الوهاب حموي إلى أرض الملعب. بالوقت اللي عم نشوف المدرب توني كارا شربي دفع باللاعب جيمي سالم لاعب فريق الهوماتمن ومنتخب لبنان للناشئين سابقا، لاعب أكيد عنده قدرات هجومية عالية، أكيد رح يجرب يستفيد منها الكوتش توني كارا تيعزز تقدم فريقه. وهون عم نشوف إن فريق إكس إكس إل عم يجي يحصل على الطابة لوسيان أخو المسافة البعيدة، لوسيان ما عم ينجح ولكن أوفنسيف ريباوند لطارق وطارق عم يسعى على خطأ. 24-13 النتيجة، لنشوف شو رح يكون جواب فريق الإكس إكس إل بهيدا الربع. الرمي الأولي عم يسجلها اللاعب طارق عموري
المحاولة الثانية لطارق ما بينجح فيها، ولكن الحكم عم يعتبر انه طارق دخل مباشرة من خط الرمية الحرة، ولكن وبيعود الكرة لمصلحة فريق سيسكو. 24-14 النتيجة، تقدم واضح لفريق سيسكو. عم نشوف هون براشر ديفنس عم بيكون من فريق سيسكو من XXL، وعم بيسمر تورن اوفر على فريق سيسكو. اسمر دفاع المدرب احمد فران بتورن اوفر سريع من فريق سيسكو. رالف عائل على صناعة العاب فريق XXL. رالف لوسيانا خول، تاني اتنبت على المسافة البعيدة. هالمرة لوسيانا خول عم بيسجل بنجاح. تاني ثلاثية عم تكون لفريق XXL. هون عم نشوف فريق XXL دفاع ضاغط، فول كورت بريس. تراب كان عم يجرب عم يعملها على ريتشي ابي فارس، ولكن ريتشي بيقدر يهدي الكرة لايف كارا. جيمي سالم، جيمي المسافة البعيدة ما بينجح. ريباوند لكاميرون بيل، عم بيجرب فريق XXL يسرع ايقاع المباراة، يعمل الرن بهاللحظات. 24-17 دقيقة و40 ثانية على انطلاق الربع الثاني، ومنشوف فريق XXL عم بيجرب بهاللحظات يعمل الرن. يعني الواضح داني مثل ما ذكرت انت، وجود رالف عائل، وجود لوسيان نخول وسيفاك كاتنجيان سرع من ايقاع اللعب، سرع الريت بالنسبه للXXL. فريق الاحمر بلش يقدر يجاري سيسكو على هذا الصعيد، سيسكو يلي كان مميز بالفاست بريك بالكوارتر الاول. فرق ست نقاط حاليا 18-24 بعد ما كاميرون بيل سجل الفري ثرو الاولى، ايضا الفري ثرو الثانيه عم بيسجلها كاميرون. اذا 24-19 خمس نقاط هو الفارق. المباراه عم تصير احلى. فول كورت بريس مره جديده من احمد فران، حاولت الضغط على الكرة وهيدا عم ينجح من خلال هيدا الأمر. في ووكينج ثالث تورن أوفر على سيسكو بالكوارتر الثاني، ثالث تورن أوفر على التوالي. هيدا هو الأرباك اللي عم يعمله الفول كورت بريس المعتمد من قبل المدرب أحمد فران، بالوقت يلي لوسيانا خول بجرب حظه على ثلاث نقاط مرة جديدة وعم بيسجل 2-3 بوينتس متتاليين لوسيانا خول. ممتاز مجددا الفول كورت بريس. شوفوا الارباك اللي كمان عم بيكون موجود عند الفريق الابيض. جيمي سالم بهدي اللعب، سيمون داوود ايضا عم يطلب توني كارا بتكون الروتيشن اسرع بين لاعبي سيسكو مع ريتشي. منو لجيمي سالم، ثلاث ثواني على تنفيذ الهجمه، مره رابعه على التوالي التيرن اوفر، بالوقت يلي توني كارا بالتاكيد رح يطلب التايم اوت. ضيع تيم عند فريقه، والاسيست من لوسيانا خول لرالف عائل، انما ما عم ينجح انه يسجل. يعني شربت فينا نحكي كمان اليوم، اول شيء تايم اوت اكيد من المدرب توني كارا عم يطلبه بعد هالرن الكبير اللي عملها فريق XXL. كمان السمر ليج احدى الميزات اللي عنده اياها شربيل، انه كمان بيكون فرصه للمدربين انه يكونوا عم بيثبتوا حالهم. يعني عم نشوف كوتش احمد فران اللي هو اكيد بده بحاجه لاسباب نفسه، بالنهايه هو بطل لبنان مع النادي الرياضي لموسمين متتاليين، ولكن كوتش احمد فران عم بيشغل كان بالرياضي منصب مساعد المدرب، اليوم عم بيكون الفيرست كوتش، بيثبت حاله اكثر، في فرجي بصماته، وهذا اللي عم نشوفه بهاللحظات. يعني بنعرف بالباسكتبول داني قد ايه الدور المهم للاسيستنت كوتش، عاده بيكون بالفرق عنده دور معنوي، عنده دور نفسي، عنده دور فني على ارض الملعب تكتيكي. احمد فران بالاستراتيجي اللي وضعها ببداية الكوارتر أو قبل بداية الكوارتر الثاني عم يقلب الأمور لمصلحة فريقه بهالكوارتر، ولو أنه لا يزال متأخر بفارق سلة واحدة 22-24. لعب بثلاث جاردية، عمل فول كورت بريس، أجبر سيسكو أنه يعمل أربعة تيرن أوفرز ورا بعض، بالوقت يلي لوسيانا خول كان عم يضرب من المسافة البعيدة مرتين متتاليتين. عم نشوف تألقه للرقم خمسة عند خط الثلاثيات مع سيمون داوود، يعني يلي أيضا عم بحاول امزح مع زميلنا عماد الكاميرامان. اكيد كل التحيه لكل فريق عمل تلفزيون لبناني اللي عم يكون عم يرفقكم مشاهدينا بشكل يومي بهالنقل المباشر المميز لستيب اهاد سمر ليج بنسخته الثانيه، اللي فينا نعتبرها البطوله الرديفه لبطوله لبنان المتوقفه حاليا، مع ريتشي ابي فارس لايف كارا. ريتشي ايضا فول كورت بريس لا يزال حاضر وموجود. جورج شويري البحث عن زياد العلي، بدون شك جورج شويري بايده الشمال عم يستفيد من السكرين، عم يدخل بسرعته جورج شويري وعم يحصل على الخطا. يعني فينا نقول شربل انه جورج شويري تحديدا هو احد الحلول. يعني هون سيمون داوود ما بعرف اذا في شيء خبي سيمون داوود على كل حال، بس كنا عم نحكي انه جورج شويري فيكون احد مفاتيح
ضرب الدفاع الفول كورت بريس بما انه لاعب سريع قادر يقص على السله قادر يسحب لعنده المدافعين بطريقه ممتازه. زياد العلي بهاللحظات فعلا كان عم يكسر الران وفريق السيسكو عم يتقدم 26-22. سيفا كتنجيان طارق عموري عم يخترق عم نشوف بالريبلاي هالموف الحلو كتير يلي عمله زياد العلي. يا ريت يا باسم ترجع تفرجينا اياها مرة جديدة هاللمحة الجميلة لزياد العلي تحت سلة اكس اكس ال. هذا الخطأ يلي كان عم يحصل عليه رالف عقل محاولة الاولى ما عم ينجح انه يسجلها رالف. رالف المحاولة الثانية ايضا مش ناجحة. زياد العلي هو على الريباوند. جورج شويري جورج جيمي سالم جيمي بحاول يدخل بخطأ لمصلحته. حاول جيمي سالم يسجل. جيمي سنة الماضي شرب القدم واحد من افضل المواسم له ببطولة الدرجة الأولى مع الكوتش جون جاعس بفريق الهوماتمان. كان جيمي لاعب أساسي بتشكيلة المدرب جون جاعس وفعلا كان عم بيقدم مستوى اكثر من ممتاز. جيمي سالم يعني واحد من اللاعبين الاسماء يمكن الشابه يلي منتظرها بستيب اهاد سمر ليج ثاني وهو يلي عم يعطي مساحه وفرصه لهاللاعبين الشبان لتاكيد حضوره. جيمي سالم عم ينجح بتسجيل واحده من اثنين عن خط الفري ثرو بالوقت يلي اكس اكس ال عم يتاخر بفارق خمس نقاط 27-22. انما فارق بهالكوارتر لمصلحته بدون شك 27-24 مع طارق عموري يلي عم بيسجل. كان عندها الكوارتر الاول ب 13 نقطة لهلا سجل 14 نقطة او لهلا مسجل 11 نقطة بالكوارتر الثاني مقابل خمس نقاط فقط لسيسكو. جيمي سالم محاولة المسافة البعيدة ما بينجح فيها. الريباوند كان عالي من رالف عقل. سيفا كتنجيان كاد يرتكب التورن اوفر وبالفعل عم يرتكب التورن اوفر عم يرتكب تورن اوفر. سيفا كتنجيان ايضا لاعب الهوماتمن بمواجهه جيمي سالم زميله. جيمي عم بيكون هالمره هو على صناعه الالعاب. جورج خويري بنشوف دفاع الزون من فريق الاكس اكس ال. جيمي سالم ما بينجح مره جديده. ريباوند عالي من كاميرون بيل. كاميرون بعدنا نعطينه اكثر من الناحيه الهجوميه ولكن اضاف سرعه اكيد لفريق مدرب احمد فران. سيفا حاول يسدد ولكن عم بيروق الطابه بيرجع بيرد للوسيان خول. لوسيان حلوه كثير كثير من لوسيان خول. الطريقه اللي قدر يهرب فيه من المدافعين اكثر من ممتازه وعم يسجل نقطته الثامنه. افكارا ريتشي ابي فارس جيمي وستيل تيرن اوفر جديد وسيفا كتنجيان حاول يوصل الكره لوسيان ولكن ريتشي ابي فارس بالترانزيشن ديفنس عم ينجح انه ياخذ الستيل من جديد. جورج خويري ما بينجح متسرعه كانت من جورج ولكن الريباوند عم بيبقى اوفنسيف ريباوند كان من ايف كارا. يعني تسرع جورج بالتاكيد لوسيان خول وسيفا كتنجيان بعد ما قدروا يعملوا ترانزيشن ديفنس سدد بشكل متسرع كان في يستفيد من الزياده العدديه الموجوده تحت سله اكس اكس ال بالوقت اللي زياد العلي عم يحاول يعمل الموف مره جديده تحت السلة انما ما عم ينجح بهالامر. سايد بول رح تكون مع فريق الاكس اكس او بالاحرى سيسكو. يعني النتيجة رجعت اشتعلت كنا متوقعين رح تكون قمة البطولة بما انه الفريقين عم يتنافسوا على الصدارة. ايفكارا حلوة كثير من ايفكارا. يعني هاللاعب رغم صغر حجمه ولكن فعلا عنده دقة تصويب رائعة. ووكينج تون اوفر على طارق عموري. كنا عم نحكي عن ايف كارا لاعب من مواليد ال 97 نجل المدرب. عم نشوف الاعاده بهاللحظات حلوه كثير هالريليز اللي طلعت من اللاعب ايف كارا. جيمي سالم سون ديفنس. عم نشوف فريق سكرين كامل جوليان من زياد العالي. جيمي سالم محاوله جديده من ايف كارا ما معقول باك تو باك من المسافه البعيده للاعب ايف كارا. يعني عرف والده كوتش توني كارا انه بحاجه ماسه للاعب جوكر بيقدر يعطيه اكسترا بوينتس وفعلا قدر ايف كارا يسجل.
محاولتين سلستين وبلوك شوت رائع كان على طارق عموري. حلو كتير كانت من جون شوير. جيمي سالم عم ينطلع. حلو كتير 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 حلو هالباس بريك من جيمي سالم. يعني انتفاضة كتير كبيرة من قبل سيسكو عم يرجع من خلالها يخلي الفريق يصير 9 نقاط لمصلحته بين إيف كارا وجيمي سالم. هن الورقتين الرابحتين بالنسبة لفريقه لتوني كارا. مجددا عم يرد طارق عموري بهالسلة من تحته لجيمي سالم بسهولة تامة. كان عم يسجل خدعه لجيمي إذا فينا نقول. جورج شويري بالوقت اللي هو عم يكون على ست بلاي حاليا بحاول يفرغ دائما إيف كارا ليسجل عن خط 3 بوينت. سباكيتن جيان عم يخلي الفارق يصير 5. مباراة سريعة جدا، مباراة حلوة كتير، بفتكر أجمل مباراة لهلا تبعناها مشاهدينا سوا بستيب أهاد سمر ليج. المستوى عالي عم بيكون بين سيسكو وبين اكس اكس ال بوجود العديد من الاسماء يلي تميزت ولمعت وبرزت ولفتت ببطوله لبنان. لكره السلم على جيمي سالم عم يبرر لجورج شفيري. شو هالاسيست يا جيمي، شو هالاسيست يا جيمي سالم. سريعا جيمي سالم عم يوضع اسمه بين اسماء اللاعبين المميزين بهالمباراه. بدون شك في حال واصل انه يقدم هالمستوى رح ينافس على جائزه الام في بي بختام المباراه. بالوقت اللي افكارا ايضا عم يتالق في خطا لمصلحته للرقم 6 صغير وفعله كبير. افكارا عم يقدر ياخذ الامور على عاتقه، عم يكون عنده ليدرشيب ممتازه على ارض الملعب. بالوقت يلي اكس اكس ال عبر مدربهم احمد فران عم يطلبوا التايم اوت. هيدا هو الاسيست الممتاز جاي من لوسيانا خول لطارق عموري، والطريقه يلي سجل من رالف عقل لطارق عموري، والطريقه يلي سجل من خلالها طارق من تحت السله وبمضايقه جيمي سالم. شفنا شربي البعد ران كثير كبيره من فريق الاكس اكس ال، اعتمدوا البريشر ديفنس، فول كورت باس كان على ارض الملعب، نجح انه يعملوا ران، نزل الفرق لنقطه واحده، كان الرد سريع من توني كارا، معركه مدربين عم بتكون، دفع بنجله ايف كارا، شفنا كمان جورج شويري على ارض الملعب، ريتشي ابي فارس، جيمي سالم، طلع نيثن ووكر ما شفناه على ارض الملعب ولا سيمون داوود، ونجح انه يرجع يخلق الفارق اللي هلا حاليا 7 نقاط بالربع الثاني قبل 2:45 من نهاية الربع الثاني. يعني بدون شك صراع كبير بين المدربين، بعيدا من الصراع اللي عم نشوفه على ارض الملعب بين اللاعبين، بعيدا من المواجهات المباشره بين زملاء الامس يلي هن خصوم اليوم مثل سيفاكيتن جيان وجيمي سالم، توني كارا واحمد فران، كل واحد عم يوضع شو عنده استراتيجيات على البورد امامه وعم يوضع شو ما عنده خيارات، شو عنده اوبشنز على ارض الملعب من لاعبينه. الامور من الصعب نعرف لمين رح تنحسم بمباراة اليوم. المباراة المثيرة جدا يلي عم نشوفها على اعلى مستوى بين سيسكو اكس اكس ال. جورج شويري لين التقدم بهالكوارتر هو 17-15 لمصلحة اكس اكس ال. شوفوا ملا كلوز جيم كاميرون بيل عم يحصل على الخطأ بالوقت يلي سيفاك تيجان كان رايح ليسجل سلة سهلة. يعني اكس اكس ال بفارق سله داني. يعني عم نشوف شربي لانه المعركه هلا تحولت اكيد بهالربع الثاني اكثر. فريق اكس اكس ال اكيد اللي عم يجرب يرجع ليكون عم يتقدم قبل نهايه الربع الثاني، ولكن تركيزه عم ينصاب على نقطه الربع الثاني. كابرو بال عم يخلي اكس اكس ال يتقدم 18-15 بهالربع قبل دقيقتين 31 ثانيه على نهايته وعلى انتصاف اللقاء. اكيد كاميرون 2 من 2 على الفري ثرو لكاميرون بال و 19-15 بهالربع لا اكس اكس ال. التوتال بوينتس هو 37-32 لمصلحة سيسكو. ريتشي ابي فارس لجيمي سالم. ريتشي على ست بلاي رقم 7 بيلعب لايف كارا. في ووكينج من ايف واضحة كانت الموف يلي عملوه كان في ووكينج. يعني دائما عم يجربوا يلاقوا الويك سايد عند الاكس اكس ال تيفضوا ايف كارا ليسدد عن 3 بوينتس. ودائما من خلال جورج شويري وريتشي ابي فارس بالوقت يلي سيفاك تنجام عم ينجح عن 3 بوينتس. جيمي سالم شوفوا الصراع القوي بين لاعبي نادي هومنت من جيمي سالم وسيفاك تنجام. روح رياضيه واضحه ما بين هاللاعبين زملاء بالنهايه. اكيد جانب نبيل حواط بين الحضور والمدرب فؤاد جرجس عم نشوفه امامنا مدير ستيب أهاد ومنظم الدوري الصيفي الجميل جدا. محاوله ثلاثيه جديده ما عم تنجح لاكس اكس ال. بالوقت يا ريتشي ابي فارس عم ينطلق بكل سرعته
فونيكار عم يطلب منه تهدئة اللعب، التسرع ما بيخدم مصلحة اكس اكس سيسكو ابدا، وخصوصا انه اكس اكس ال متقدم بهالكوارتر بفارق 4 نقاط. كاميرون بال عم يحاول يدخل ووكينج على كاميرون بال، هيدا التسرع اللي عم نحكي عنه. دقيقة و 36 ثانية امام سيسكو للمحافظة على تقدمه لتوسيع الفارق، وبالتالي محاولة الفوز بنقطة الربع الثاني. ريتشي ابي فارس، ريتشي بمواجهة العموري، ريتشي عم نشوف يوم امس بشير عموري عم يفوز مع فرانك على عساكر، عساكر يلي الحلقة الأضعف لحد هالوقت بالسامر ليج معه نقطة ونص فقط من مباراتين. كرة خارج أرض الملعب لمصلحة سيسكو، ريتشي أبي فارس هو يلي رح يحرك الكرة. في كرتين داخل أرض الملعب، مسموح يكون في سلتين بالتأكيد بس مش كرتين تاني. وقال لك كانت صارت لعبة تانية على أكيد. إذا دائما مع سيسكو مع ريتشي أبي فارس، زياد العلي، جورج شويري أيضا بمواجهة سيفاك تنجيان، جيمي سالم أمامه كاميرون بال، زياد بحاول يأمن سكرين إيفكار عن 3 بوينتس، المرة ما بينجح بمحاولته الثالثة، الريباوند دائما لسيسكو، أيضا الخطأ لمصلحة جورج شويري. هيدا الأمر يلي تحدثت عنه، عم يحاولوا يلاقوا الويك سايد عند اكس اكس ال، ودائما بيحاولوا يفضوا ايفكارا ليسدد، انما ما نجح بهالامر داني هالمره. مثل ما كنت عم تحكي شربل قبل شوي، انه هلا رغم انه فريق سيسكو متقدم بنتيجه المباراه 37 38 ولكن هو متاخر بنتيجه الربع الثاني 19 15، وبالتالي بعده كل المنافسه على ارض الملعب. زياد العلي موف حلوه كثير كانت ولكن ما بينجح، ريباوند كان بعد ما عم بيكون للاعب الامريكي كاميرون بيل، لوسيانا خول رالف عال، يعني التورن اوفر كمان مجاني، التورن اوفر كان ما له لزوم، والطابة عم ترجع مع فريق سيسكو. اخر 48 ثانية من نهاية الربع الثاني، تقدم فريق الاكس اكس ال عم بيكون 19 15 بهيدا الربع فقط. ريتشي ابي فارس اول ذا واي على السلم ما بينجح، والكرة عم بتروح لصالح الاكس اكس ال. رالف عقل على صناعة ألعاب فريق الإكس إكس إل، عم يدافع عليه ريتشي أبي فارس، مان تو مان رالف عقل، سكرين من طارق عموري، سيفاك عم يخترق عن البيز لاين، على الكورنر للوسيانا خول ما بينجح، ريباوند لجورج خويري، آخر 20 ثانية من عمر الربع الثاني، جورج خويري أول ذا واي، وخطأ لصالح جورج شويري، خطأ لصالح اللاعب جورج شويري. أكيد للي عم بيسأل عن منتخب لبنان، أخبار اليوم كانت إيجابية عن منتخب لبنان، وعودة القائد فهد الخطيب عن اعتزاله، أصبح قريب تايجر منتخب لبنان إنه يكون موجود إن شاء الله مع انطلاق تمارين من جديد أو استئناف التمارين نهار الجمعة، إنه يكون موجود إن شاء الله فهد الخطيب. جورج خويري، جورج شويري كان عم يسجل المحاولة الأولى، تقدم سيسكو 38 32 والمحاولة الثانية أيضا ناجحة من جورج شويري 39 32 والنتيجة 19 17 لمصلحة اكس اكس ال بآخر بالربع الثاني وباقي 12 ثانية وتو شوتس. يعني شفنا هون خطأ من سيسكو، يعني لتشوف قديش جانب التكتيك مهم بالسمر ليج، رغم إنه متقدم بنتيجة المباراة 39 32 ولكن بعد المنافسة على نقطة الربع الثاني موجودة 19 17 حاليا النتيجة بالربع الثاني، وسيفاك عم بيسجل وعم بيعطي عم بيخلي اكس اكس ال اقرب واقرب من نقطة الربع الثاني. يعني الفكرة داني هون انه سيسكو بيأمل اكيد انه سيفاك تنجيان يسجل وحدة من اثنين او ما يسجل اثنين، حتى انه ما سجل الاولى ما نجح يسجل ثاني، بس لسوء حظهم كاميرون بال عم ياخذ الريباوند، عم يلعب الاسس لرالف عقل يلي سجل ايزي باسكت من تحت السلة، واكس اكس ال من دون شك رح يحسم هالربع الثاني. إفكارا وما ينجح ابدا انه يسدد تحت الضغط، 39 35 هي نهايه الكوارتر الثاني، الكوارتر الثاني اللي انتهى لمصلحه اكس اكس ال، وبالتالي جيم بوينتس التعادل 1-1 بين الفريقين. سريعا الى فاصل اعلاني ونعود بعدها لنتابع
ما تبقى من المباراة. عندما يخرج الكلام من خوابيه يظهر أجمل ما فيه. خوابي الكلام، برنامج أدبي فني ثقافي شامل يفتح صفحات مشرقة من حياتنا المعاصرة. خوابي الكلام، تعريف وتوثيق وشهادات من المتذوقين والعارفين بالفنانين والمبدعين. خوابي الكلام، تقديم عبير شرارة، كل اثنين 9:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان. وبالحب كعادة أبدأ. أهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان. مساء النور، كل جمعة 9:30 المساء على شاشة تلفزيون لبنان. عايز تضحيني أنا عمك؟ ليه عايز تأذيني؟ يمكن علشان أذيتيني. أنا ما يلزمنيش حبك، لأنه حب ضعيف. أنت بتحبي كريم وجاي هنا عشان تنسيه. بدل ما يدوني المنصب اللي وعدوني بيه يشالوني من الوزارة كلها اللي اديتها من عمري 6 سنين. تعدي ازاي إذا كان عليا شيكات ديون على الأقل 30 سنة سجن؟ حبايبك بره مش ساكتين. مش كفايه اللي احنا فيه؟ اللي انتوا فيه ده سبب فيه ابوكي. احنا مش حراميه عشان تفتشونا. احمد، دي تعليماته لازم ننفذها يا حبيبي. هو فين بقى الشريك المنقذ ده اللي هنلاقيه بين يوم وليله؟ كريم الشراوي. انت عايز الراجل يديك على دماغك ويهدك؟ انت عايز يذلنا مش يشاركنا. انت مالكيش ذنب يا بنتي، انا خايف عليك لا يزوك انت كمان. ريش عام، السبت الاحد والاثنين 10:30 المساء على شاشه تلفزيون لبنان. ما هي طبيعة المرحلة وآفاقها؟ هل وصلت الأزمات المتكدسة إلى حدود الانفجار؟ وهل ينذر إيقاع الشارع بالتصعيد؟ وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ضيف كلمة حرة في إطلالة شاملة الأربعاء في 2 أيلول 9:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان. أنا كومباس رهنت عمري لأجلكم، لأجل تكونوا أنتوا الأبطال. كله تمثيل التمثيل، كله قابل للتغيير. حضرتك دايرة من سيارة لسيارة ومن مطرح لمطرح. انخلط المزيف بالصحيح. شفتك رايحة تقبل إنسان تاني بسيارتك. ماما ما في قدامنا غير الطلاق. انكسرت. مغامراتك غلط بغلط. صارت أعباء الحياة هي الصدق. ولادك ضاعوا منا. طول عمرك نجرب نسيك عذاب الكومبارس. كومبارس يوميا منتصف الليل على شاشة تلفزيون لبنان. كل الرياضات المحلية وأهم الأحداث العالمية ببرنامج واحد تيليسبور مع شرب الكريم وداني حرب. كل تنين الساعة 8:30 المساء مباشرة على شاشة تلفزيون لبنان. يعني مننام ومنقوم ومنطلب لهم مثل أولادنا. الجيش اللبناني ايش ما نعمل ما بنقدر نكفيه. والله يطول بعمرهم والله يحميهم. نحن لولا من وجوده نحن ما لناش بهالبلد. بس هالشيء الدفاع عن البلد العسكرية وعن كل لبنان، عن كل الشعب اللبناني ان كان مدني او عسكري وعن كل طوائف لبنان. Always connect.
دقيقة ونص بدهم يشوطوا من نص الملعب. قد ايه بدك وقت؟ اوكي قول لهم دقيقة. استمع هاد جوديز. اوكي اوكي بعرف هودا التعاطي يلي عم تبيعهم. خلاص خلاص خلاص. هاي مؤسسة ما تنسى. ايه خي ايه ايه عم بسمعك. خليك فؤاد بليز. حييكم من جديد مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان مباشرة من قاعة نادي غزير وسابقات سامر ليج بيومه الرابع. طبعا انتصاف اللقاء كان عم يشهد تقدم سيسكو على اكس اكس ال بنتيجة 39-35 فارق 4 نقاط مثل ما تعودتوا بكل مباراة بين الشوطين. بين الشوطين عم بيكون في ستيب اهاد جوديز شوت يلي بينجح بتسجيل سلة من منتصف الملعب رح يحصل على مبلغ مالي وصل حاليا للمليون ومئتين ألف ليرة. الجوائز المتراكمة كل يوم عم تزيد 100,000 ليرة. ستيب اهاد جوديز شوت أول محاولة من أحد المشجعين ما عم ينجح فيها. المحاولة الثانية من منتصف الملعب تحديدا رح تشوف إذا رح ينجح بهالمحاولة وإلا الجائزة رح يتأجل فوزها لبكرة. قريبة جدا إنما ما نجح بهالأمر. قريبة إنما ما نجح بهالأمر. ستيب اهاد يلي عم بتكون عم بتنظم السامر ليج. طبعا ستيب اهاد هو الفتنس سنتر اللي بيشرف عليه المدرب فؤاد جرس. مع جيم سامري طبعا فيلد جولز 13 مقابل 14 لمصلحه اكس اكس ال. 3 بوينتس 3 6 ريباوندز. السيطره كانت لاكس اكس ال 23-18 بفتكر بالكوارتر الثاني قدروا يعملوا الفارق. اسيستس 4-9 والتيرن اوفرز عددهم كبير داني 13-12. يعني فينا نشوف اكيد انه كل ربع كان لفريق معين. الربع الاول كان فريق سيسكو عم يفرض سيطرته بشكل واضح. بالربع الثاني كان فريق اكس اكس ال عم يكون احسن بكثير. بالوقت البوسيشن مع بدايه الربع الثالث راح تكون مع الفريق الاحمر مع اكس اكس ال. عمر الترك تحديدا حاليا عم يمرر لطارق عموري. وايضا كاميرون بيل بالجامبو العالي عم يحاول يدخل الى السله ويسجل انما يفقد الكنترول على الكره. صراع كبير مع مواطنه نيثن ووكر. ميغيل مارتينيز ايضا ما بينجح يسجل. الريباوند كان لجوليان خواجه اللي عاد الى ارض الملعب مع سيمون داوود مع جوني نمر. نيثن ووكر ايضا موجود ومارك ابي خلص عم يعود لتشكيلته الاولى. توني كارا روتيشن كبير عم يعملها هالمدرب مع ستيل مميز من ميغيل مارتينيز على جوليان خواجه. رالف عقل من ولا كاميرون. كاميرون لقبت شات عن 3 بوينتس ما بينجح بهالامر. الريباوند موجود لجوليان. ايضا سيمون داوود. سيمون لنيثن ووكر. ووكر اللي كان عم يلعب باحد النوادي الالمانيه بالموسم الماضي هو دوري مقاطعات بالمانيا اسمه سبورز داشاو. مع طارق عموري ايضا عم يدخل طارق لميغيل. اسيست حلو كثير من طارق لميغيل. اول نقطتين بالكوارتر الثالث عم يقلص من خلال الفارق اكس اكس ال الى سله وحده. سيمون داوود لمارك ابي خرس.
سجل بداية مباراة جيدة مارك أبي خريس. خمس نقاط هو رصيده لحد الوقت. سيمون داوود على الأوبن شوت على الثري بوينتس ما بينجح. مجددا نسبة ثري بوينتس عم تكون متدنية عند الفريقين بمباراة اليوم بعكس مبارياتهم السابقة. كاميرون بيل منه لرالف عقل يلي بسرعة كثير عم بيرد عليه وعم بيسجل على الثري بوينتس وعم يعطي التقدم لأول مرة بالمباراة 40-39 لأكس أكس أل. داني يعني انطلاقة قوية جدا عم تكون من فريق الإكس أكس أل عم يعمل ران ببداية الربع الثالث. جوليان خواجة المسافة البعيدة. جوليان عم بيرد بسرعة كثير على رالف عقل. جوليان خواجة عم بيرد بسرعة وعم بيسجل ثاني محاولة ثلاثية له بهالمباراة ونقطته السادسة. عمر ترك عمر عم يجرب المسافة البعيدة. ما معقول هيدا هو الشوتر عمر ترك نجم منتخب لبنان والنادي الرياضي سابقا عم بيفرجينا مرة جديدة انه هو واحد من افضل الشوترز بتاريخ الباسكتبول اللبناني. جوني النمر ما معقول يعني هون المباراة اصبحت معركة ثلاثيات بين الفريقين. جوني النمر هالمرة كان دوره انه يسجل من المسافة البعيدة والنتيجة تقدم فريق سيسكو 45-43. ما معقول شو سرع ايقاع المباراة. عمر ترك رالف عقل مرة جديدة لا 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 شو عم بيعمل رالف عقل بهاللحظات عم بيسجل مرة جديدة محاولة جديدة من المسافة البعيدة. رالف وعمر و وجوليان خواجة وأيضا اللاعب جوني النمر كانوا عم بيسجلوا ويردوا على بعض من المسافة البعيدة. طارق عموري تيرن أوفر من طارق. سيمون داوود وسيمون داوود عم بيسجل والتقدم بهاللحظات لفريق سيسكو 47-45. هون بنقول بس انه المحاولة الثلاثية الأخيرة احتسبت نقطتين لصالح فريق اكس اكس ال. ميغيل مارتينيز حلوة كتير يعني كانت فاضية لميغيل بعد تمرينة رالف عقل. حلوة كتير كانت من ميغيل ورالف. يعني عم شوف سرعة كتير كبيرة عند الفريقين ببداية الكوارتر الثالث. داني واعتماد توني كارا دائما على سيمون داوود يعني عم نشوفه موجود بالملعب وسيمون داوود ما عم بيخيب ابدا توني كارا. 11 نقطه لسيمون لحد الوقت بالمباراه افضل مسجلي فريقه. رالف عقل التمريره ايضا اتجاهه لعمر الترك ما بينجح انه يسجل عمر الترك انما عم يحصل على الفاول. عمر وميغال اثنيناتهم دافعوا عن الوان النادي الرياضي بطل لبنان. توشات اذا عن خط الفري ثرو لعمر الترك. عمر بسجل الاولى نقطه الرابعه بالمباراه او نقطه السابعه بالمباراه كان سجل ثلاثيتين قبلها ونقطه الثامنه ايضا لعمر. التعادل 49-49. هيدي هي المباراه يلي حكيتكم عنها قبل صفره البدايه. كنا متوقعين كلوز جيم. الفريقين الافضل ببساطه بالسمر ليج على صعيد الارقام وعلى صعيد الاداء عم يتواجهوا اليوم بقاعه نادي غزير. ليش لا نشوفهم ايضا بالمباراه النهائيه بوقت يلي سيمون داوود بحاول يعمل درايف عم يحصل على الخطا. سيمون اصطدام كان مع عمر الترك. يعني خلينا نقول شارب لانه صارت لعبه مفتوحه نوعا ما هجوميه بين الفريق وهيدي حلاوه بطولات مثل بطولات السمر ليج. بدنا لعب اكثر مفتوح يكون من الفريقين وهذا الشيء اللي شفناه بالربع الثالث من المدربين. سيمون داوود بيلعب لجوني النمر لجوليان خواجة. جيمي سالم اللي دخل مكانه لمارك ابي خرس. جيمي موجه طارق عموري. جيمي بيختار تسديد من بعيد ما بينجح انه يسجل هالمره. عمر على الديفنس بريباوند منه لرالف عال. ايضا ميغيل مارتينيز. ميغيل للميلة الثانية عند كاميرون بيل. ايضا كاميرون ما بينجح انه يسجل عن الثلاث نقاط. الكرة الى خارج ارض الملعب. اوت لمصلحة سيسكو. حاول طارق عموري يلعب الكرة على سيمون داوود. سيمون كثير اتلتيك هاللاعب كثير بيركض كثير بيدافع بشكل كثير منيح. مع جوليان خواجة كيف الدفاع المانتومان يلي عم يفرضوا حاليا فريق اكس اكس ال عم يكسروا جوني النمر ب
بتسديده ثلاثيه لنقطه الثامنه لجوني بمباراه اليوم. عمر الترك منه لميغال، ميغال عم يخترق، ميغال بيلعب لبرا لرالف، حائل عن الثري بوينتس عند رالف عم ينجح. ريباوند لمين؟ صراع كبير تحت سله سيسكو، عم يحسمه سيسكو لمصلحته مع جيمي سالم يلي بيروح للسله وبيحصل على الخطا. عم نشوف كنا صراع كبير على الريباوند داني تحت سله سيسكو. يعني شربل اذا بنطلع فقط على الاسماء اللي بينوا بالسمر ليج، فعلا اذا اليوم الاتحاد بيقدر اكيد يعمل فريق رديف، منتخب رديف من هالعناصر ونبلش نحضرهم للمستقبل. نحن جايين اكيد على فتره ممكن بعض اللعيبه مثل اكيد تايجر فهد الخطيب، مثل جون عبد النور، مثل علي محمود، كل هاللعيبه ما رح يقدروا يستمروا اكيد لفتره طويله. مشان هيك اليوم في لعيبه لازم نبلش نحضرهم اكثر، يكون عم ياخذوا اكسبوجر على المستوى الدولي، احتكاك اكثر وموجودين بالسمر ليج. يعني طبعا بهالاطار داني دائما الحديث بيكون على المنتخبات الفئات العمريه، عن المنتخبات الوطنيه اللي هي الاساس بتكون للمستقبل، ومنتخباتنا على صعيد الفئات العمريه مميزه مثل السله اللي سجلها طارق عموري، نقطه السادسه لطارق بمباراه اليوم. المقابل سيمون داوود لا يزال على ارض الملعب من ناحيه فريقه لتوني كارا. سيمون هو على السيت بلاي حاليا موجود، بحاول يلاقي جوني نمر، بالفعل بمر للنمر جوني. اذا التمريره وشوفه، شوف الحكم شو راح يحتسب. احتسب الكره خرجت لمصلحه اكس اكس ال. عم نلاحظ شغله شربيل انه نايثن ووكر اليوم سجل ثلاث نقاط فقط وكانت من اكيد بالربع الاول، وهذا الشيء عم بيكون عم بيحط عليه رقابه كوتش احمد فران من خلال ميغيل مارتينيز. لحديت هلا نايثن ما عم بيقدر ياخذ اوبن شوت عكس المباريات السابقه. طارق عموري بهاللحظات كان عم بيسجل واير بول، ولكن سيفاكت انجيان بطريقه ذكيه كثير عم بيخلي الكره مع فريق اكس اكس ال. يعني بنعرف قد ايه ميغيل مارتينيز مميز على الصعيد الدفاعي داني، قدر اليوم يقطع الهواء والماي عن نايثن ووكر لحد هالوقت. طبعا نحسمها الوقت اللي كاميرو بال كان عم يحاول يدخل لما بيجي عم يسجل، بتنتقل الكره للميل الثاني اللي عند سيمون داوود. سيمون ايضا ما بيسجل عن 3 بوينتس، الكره مجددا الى خارج ارض الملعب انما لمصلحه سيسكو هالمره. جوني نمر لنيثن ووكر، نيثن ايضا عم يصطدم بعمر الترك وعم يحصل على الخطا. مجددا مع سيسكو مع جوني نمر، سيمون داوود كان عم يسقط لحاله، نايثن ووكر على ارض الملعب ما في اي خطا. سيمون بالموف الرائع وبالسله الاروع، واحده من اجمل السلات يلي شفناها بمباراه اليوم. 13 نقطه لسيمون داوود يلي هو من دون شك افضل لاعبين المباراه لحد الوقت تسجيلا وأداءا. كاميرون بال بالعالي كثير، كاميرون بال عم يطلع وعم بيسجل ايضا. 55-53 هي النتيجة لمصلحة سيسكو دائما. مين الفائز بمباراة اليوم؟ من الصعب التكهن، من الصعب التوقع. أكيد كان عم ينال بهاللحظات سيفاك تنجيان خطأ من اللاعب نايثن ووكر. مثل ما كنا عم نحكي أنه نايثن عم بيعاني جدا اليوم بالمباراة بوجه أكيد الدفاع اللي عم بيكون بوجهه من قبل فريق الإكس إكس إل، وتحديدا كان اللاعب ميغيل مارتينيز. فإذا تقدم فريق سيسكو 55-53 ومتبقي دقيقتين و24 ثانية لنهاية الربع الثالث. سيفاك تنجيان على صناعة ألعاب فريق الإكس إكس إل، عم يطلب الكرة كاميرون بال على اللو بوست، بده يستفيد من المس ماتش مع جوني النمر، وبالفعل يعني قريها سيفاك وكاميرون بال، استفاد من المس ماتش على جوني النمر ونجح يسجل وعم بيعادل النتيجة 55-55. جيمي سالم 1 اون 1 مع ميغيل مارتينيز بيقطع عنه بطريقه حلوه كثير، ولكن الفينش كانت غايبه. حلوه كثير الطريقه اللي قطع فيها جيمي عن ميغيل، ولكن ما نجح انه ينهي هجمته. كوتش توني كارا عم بيطالب بوقت مستقطع بهاللحظات. سيمون داوود
بدافع لسيفر كتنجيان على الكورنر لعند جوني النمر ما بيسجل. والحكم رباح نجام لنشوف شو احتسب. خطأ من كاميرون بيل على جيمي سالم. تايم اوت بهاللحظات عم بيطلبوا الكوتش توني كارا مدرب فريق سيسكو. نتيجة تعادل فريقان 55-55، بس بدنا نقول انه فريق الاكس اكس ال متقدم بالربع التالي تشاربيل، وبالتالي بحال كفى بهالنتيجة بيقدر يخطف نقطة الربع الثالث، وبالتالي بيكون صار معه نقطتين مقابل نقطة، رغم انه نتيجة المباراة بعدها مش محسومة. مع البلوك شات يلي عم تشوفه من نيثن ووكر على انطوني صوفان، اللقطات الجميلة عم تشوفها من هالمباراة ايضا. سلك مارك ابي ترس على مستوى عالي، ليفل عالي كثير اليوم، ليفل عالي كثير اليوم بين اكس اكس ال وسيسكو. الامر الطبيعي بنادى الاسماء الموجوده بتشكيله توني كارا واحمد فران. حسب لمين راح يكون؟ مثل ما حكينا ببدايه اللقاء من الصعب توقع. 55-55 قبل دقيقه و51 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. اكيد اخر دقيقه وخمسين ثانيه من عمر الربع الثالث، شو راح تكون رده فعل فريق سيسكو؟ جيمي سالم المسافه البعيده ما بينجح، والريباوند لطارق عموري. عالي كان طارق بهالريباوند. ميغيل مارتينيز، ميغيل مره جديده كان عم يجرب اكيد ينزل الكره لعند كاميرون بيل على اللو بوست، ولكن الكره بتخرج من ارض الملعب وبتبقى مع فريق الاكس اكس ال. طارق عموري مرة جديدة على اللو بوست. كاميرون حلو كثير كانت هالموف، ولكن الفينش ما كانت ايضا ناجحة. طارق عموري مرة جديدة بالاوفنسيف ريباوند ما بينجح، ونيثن ووكر عم بيحسم البوسيشن لصالح فريق سيسكو. اخر دقيقة و16 ثانية، نيثن ووكر ما شفناه اليوم بتسديداته الثلاثية المعتادة. جوليان خواجة على البوست لعند جيمي سالم، وبيحصل على خطأ من كاميرون بيل. جيمي عم بيحصل على خطأ من كاميرون بيل. وتو شوتس للاعب جيمي سالم. فريق سيسكو رح يجرب انه على القليل يحصل على نص نقطة من الربع الثالث، مثل ما بنذكر بحال تعادل نتيجة الربع بحد ذاته، كل فريق بيحصل على نص نقطة، أما الفريق اللي بيربح بالكوارتر فبيحصل على نقطة. جيمي سالم المحاولة الأولى ما نجح فيها، المحاولة الثانية كمان ما بينجح فيها، والنتيجة متعادلة 55-55. آخر ثواني الربع الثالث، هل رح ينجح إكس إكس إل إنه يخطف النقطة الثانية من هالمباراة؟ طارق عموري، طارق لسيفاك، أوبن شوت لسيفاك ما بينجح، ريباوند عالي لجوليان خواجة، جوني النمر، جيمي سالم على طول دفاع المان تو مان من فريق الاكس اكس ال. سيمون داوود، سيمون محاول جامبر المسافه البعيده ما بيسجل، ولكن اوفنسيف ريباوند كان لجوليان خواجه عم يخترق وعم بيحصل على خطا. يعني هون عم نشوف كانت هاللحظات ضياع على ارض الملعب، عم نشوف كثير اخطاء تحت سله سيسكو. اللاعب عم بيصير اجريسيف اكثر مع نهاية الكوارتر الثالث، الإصرار واضح عند الفريقين مثل ما كان الإصرار عند جوليا خواجة باللقطة الأخيرة. داني عم نشوفها بالإعادة، عم يحصل من خلالها على الخطأ، وعم يحصل أيضا على تو فري ثروز. رح ينجح، هل رح ينجح جوليا خواجة بكسر التعادل؟ 55-55 هي النتيجة. جوليا عم يسجل
الرمية الأولى 56-55 لمصلحة سيسكو. في أربع أخطاء على كاميرون بال، بده ينتبه من هالأمر اللاعب الأمريكي. السبب سحبه أحمد فران من الملعب. أيضا جوليان خواجة عم يسجل النقطتين، 20-18 التقدم لسيسكو أو لأكس أكس أل حاليا، 20-18 إذن التقدم لأكس أكس أل بنهاية الكوارتر الثالث، 21 ثانية متبقية على نهاية الربع. عمر الترك، عمر تحت ضغط لسيمون داوود، عمر منه لرال فعال عم ينجحوا يخرجوا من الضغط بروتيشن سريع على لاعبيه اكس اكس ال. 11 ثانية 10 ثواني، ميغيل مارتينيز عم يفلت من جيمي سالم، عم يحاول يروح صوب السلة إنما في خطأ. خطأ عم بيكون لمصلحة اكس اكس ال. ايضا مرة جديدة جوني النمر هو يلي عم يرتكب الخطأ، فات بالفاول ترابل، اربعة فاولز على جوني النمر. رالف عائل بيسدد وبيسجل، 21-18 التقدم لاكس اكس ال. عم يحاولوا يوقفوا الوقت كانوا لاعبي سيسكو تيستفيدوا من الوقت المتبقي على امل انه يتقدموا بالربع الثالث. فبينجح اذا رالف بتشيل السله الثانيه، محاول الارتداد وميغيل مارتينيز اليوم عم يبرع بهالامر. 21-18 الفارق هو ثلاث نقاط قبل اربع اجزاء من الثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. توني كارا عم يطلب التايم اوت، بده يوضع خطه لتنفيذ سريع للكره، بيأمل من دون شك انه يسجل 3 بوينتس يعادل فيها هالربع. مين على مين رح يوقع على الاختيار لتنفيذ هالمهمه الصعبه والسريعه جدا؟ ممكن كثير على نيثن ووكر. يعني عم نشوف شربي رغم انه فريق سيسكو متقدم 57-56، عم نشوف الحماس عند بنش فريق سيسكو انه يجربوا اكيد يخطفوا نقطة، نص نقطة من الربع الثالث، بما انه النتيجة هلا 21-18 لصالح فريق الاكس اكس ال، والا رح ياخذ نقطته الثانية بمباراة اليوم فريق اكس اكس ال. كان النقطة الأولى راحت وكانت من نصيب سيسكو بالكوارتر الأول، بعدها اكس اكس ال قدر يتقدم بالكوارتر الثاني 22-17 ويحرز النقطة الثانية. النقطة الثالثة لهلا الأقرب أقرب إلى اكس اكس ال. إذا أربع أجزاء من الثانية على نهاية الكوارتر الثالث، التقدم دائما لسيسكو بالنتيجة، إنما بالكوارتر الثالث التقدم هو لمصلحة اكس اكس ال. شو ممكن يكون أعطى توني كارا لاعبينه ليسجلوا بسرعة كثير كبيرة؟ من المفترض تنفيذ كرة سريعة باتجاه سلة سيسكو، التسديدة من جيمي سالم قريبة جدا من جيمي كانت. على كل حال الكورتر الثالث عم ينتهي بتقدم سيسكو بنتيجة 57-56 بفارق نقطة واحدة، انما نقطة هالكوارتر رح تروح لمصلحة اكس اكس ال. بالجيم بوينتس عم يتقدم 2-1 فريق الاكس اكس ال. من دون شك عم نشوف اشياء جديدة داني ما شفناها بالمباريات السابقة بالسامر ليج، منها توقيف الوقت لمحاولة خطف نقطة أو نص نقطة حتى بكل كوارتر. وهيدي ميزة السامر ليج مثل ما كنا عم نحكي من أول نهار، إنه الجانب التكتيكي على طول حاضر حتى لو كان الفارق يمكن 30 نقطة. جانب من الحضور الموجود أيضا بقاعة نادي غزير دائما عم يكون من خلفنا، كل الأعمار موجودين، توقع حضور جماهيري كثير كبير بمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، وخصوصا الجميع بلشوا يتحمسوا ويتشجعوا لمتابعة مباريات السامر ليج مباشرة من أرض الملعب. إنما شاشة تلفزيون لبنان رح تبقى معكم مشاهدينا بشكل مباشر بين اليوم وحتى الأحد. بذكركم إنه الأحد رح تكون المباراة النهائية، مباراة بكرة رح تكون الساعة 9:30 المساء، المباراة النهائية طبعا الساعة 5 بعد الظهر يوم الأحد بين
الفريقين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي. بذكر أيضا بنظام البطولة، الفرق الخمسة رح تتبارى بين بعضها على طريقة الدوري من مرحلة واحدة، والفرق الأربعة الأولى رح تتأهل للدور النصف النهائي، والفائزين رح يكونوا هن طرفي المباراة النهائية. 57-56 إذا تقدم سيسكو قبل بداية الكوارتر الثالث من هالمباراة القمة إذا فينا نقول، المباراة الأقوى الأفضل لحد هالوقت. ريتشي أبي فارس هو على السات بلاي حاليا. ريتشي أيضا ريتشي نشوف السويتش بالديفنس وتبديل المراكز على الصعيد الدفاعي بالنسبة لسيسكو اللي عم ينجح انه يسجل عبر زياد العلي لاعب نادي المتحد، عم يسجل نقطه السابعة بمباراة اليوم، اول نقطتين اذا بهالكورتر لسيسكو المتقدم بفارق 3 نقاط بمجموع النقاط بهالمباراة. زياد العلي امام فرصة اضافة نقطة جديدة، ما بينجح زياد عالي كتير، طارق عموري طلع اخذ الريباوند وسلم رالف عقل، رالف الانطلاقة منه لعمر الترك، عمر تحت رقابة جيمي سالم، زياد العلي، رالف عقل، ايضا سيفاك تتجاب انطلاقة سريعة، سيفاك حلو كتير يا سيفاك، برافو يا سيفاك على الاختراع على هالسلة اللي سجلتها بطريقة جميلة جدا، رغم سرعة جورج شويري ما قدر يلحق بسيفاك تنجيان. اكيد رح نشوف سباق كبير بين رقم 11 من كل ميله، لاعبين بيتمتعوا بسرعه رهيبه مثل عم نشوف جورج شويري عم يدخل، انما سيفاك هو الفائز بالمواجهه الاولى، توقعتها، وسيفاك بشكل كثير سريع عم يثبت وجود المواجهه على ارض الملعب بين لاعب الحكمه ولاعب الهومات بن طارق عموري، طارق عم يدخل وعم بسجل ايضا، اكس اكس ال عم يتقدم 60-59 بهالاثناء، فارق نقطة واحدة إذن التقدم للفريق الأحمر. ريتشي أبي فارس، جيمي سالم، جيمي بواجهة سيفاك كتنجان زميله بهومنت من جورج شويري، جورج لزياد العلي بيظهره بيعمل الموف، زياد ده كان قريب من الأندوان، زياد العلي خطأ من طارق عموري، الخطأ الثالث على طارق بهالمباراة. محاولتين جديد لزياد العلي عن خط الفري ثروز، زياد بينجح بالمحاولة الأولى، نقطة الثامنة بمباراة اليوم لزياد العلي، لعب ارتكاز النادي المتحد، طارق عموري عم ينجح يحصل على الريباوند، ما نجح زياد العلي انه يسجل المحاولة الثانية بالوقت اللي ميغيل مارتينيز بحاول يرتد منه لعمر الترك على 3 بوينتس، ما بينجح عمر الترك بالتسجيل، الانطلاقة السريعة من جورج شويري عم يروح اول ذا واي، جورج شويري اول ذا واي على السلة عم بيسجل نقطتين جديد لسيسكو، ممتاز جدا بسرعته جورج شويري، التقدم عم بيعود من جديد لسيسكو 62-60، وهيدا هو الربع الاخير الناري اللي توقع ناداني. اكيد عم نشوف بهاللحظات تقدم فريق سيسكو 62-60، طارق عموري عم يخترق وبينجح طارق عموري، والنتيجه عم تتعادل 62-62، يعني الفريقان عم يمشوا على المنخار. جورج شويري في الكوربس كان عم يعتمد فريق الاكس اكس ال، وحاليا عم يرجع دافع مان تو مان، جيمي سالم، جيمي عم يخترق وبيسجل جيمي سالم بطريقه رائعه، والنتيجه يعني فعلا على الفريقين عم يتبادلوا التقدم بهاللحظات بشكل سريع، 64-62 تقدم لسيسكو، وعنده فرصه الاكس اكس ال اما يتعادل او يتقدم او تبقى النتيجه على حالها. سيفاك من المسافة البعيدة، سيفاك عم يعطي التقدم لصالح فريق الاكس اكس ال 65-64، والمباراة عم تشتعل، مين رح يربح بالكورت الرابع وبالنتيجة المباراة والصدارة على المحك. جيمي سالم، ريتشي المسافة البعيدة، ريتشي ابي فارس ما بيسجل، ولكن ريباوند عالي لطارق عموري، ميغيل مارتينيز طارق عموري، طارق المسافة البعيدة عم يجرب حظه، وهالمرة عم بيسجل طارق عموري بطريقة رائعة، وطارق بلش يفرجينا بصماته
بالوقت الحساس 68-64 تقدم الاكس اكس ال. جيمي سالم 1 اون 1 كان مع ميغيل مارتينيز كاد يخسر الكره. نيثن ووكر ما بينجح. نيثن بعيد اليوم عن ادائه. جورج شويري لجيمي سالم حلوه كثير، وحده من اجمل لقطات المباراه، اسيست ولا اروع من جورج شويري، من جيمي من جورج شويري لجيمي سالم. كنا عم نشوف الاعاده بهاللحظات. سيفاغ لطارق عموري. طارق بده يجرب يستخدم سرعته على زياد العلي، وشفناها بهاللحظات عم يدافع عليه زياد العلي، بما انه اللعبان يعني بنلاحظ طارق عموري عم بيكون الفايف مان بفريق الاكس اكس ال، فعم بيستخدم سرعته على زياد العلي وعم بيسجل، واكس اكس ال عم يتقدم 70-66. نيثن ووكر، زياد العلي هالمره عم يجرب يرد على طارق، باس لعند ريتشي ابي فارس، حلو كثير هالريفرس لاي اب ما بينجح. ريباوند لميغيل مارتينيز بيحسمها. بلشت تكون لعبه سريعه. عمر ترك اخر خمس دقائق من عمر المباراه، تيرن اوفر على عمر ترك. جورج شويري، جيمي سالم، يعني عم نشوف الفريقين عم يلعبوا بشكل سريع، وخطا لصالح جورج شويري. يعني مش بس بشكل سريع داني، بشكل خالي من الاخطاء اذا فينا نقول، لانه ممنوع الغلط باخر خمس دقائق من المباراه من الكوارتر الرابع. السرعه هي العنوان حاليا. جورج شويري ما نجح انه يسجل ويحصل على الخطا، رح يكون عنده اثنين فري ثروز. رح نشوف نهايه المباراه وحجم الاثاره يلي عم تكون موجوده بالوقت يلي ميغيل مارتينيز عم يخرج من ارض الملعب، عم يترك مكانه لكاميرون بيل. احمد فران بده يحسم الامور لمصلحه فريقه، بالمقابل توني كار عم يعتمد على سرعه وذكاء جيمي سالم وجورج شويري. جورج باول محاوله عم يسجلها جورج شويري، اول نقطه من اثنين متاحه لجورج انه يسجل النقطتين. بالفعل عم يسجل النقطتين جورج شويري، وعم يخلي الفارق يكون سله لمصلحه اكس اكس ال. شوفوا شو تغيرت هالمباراه، شوفوا شو تقلبت هالمباراه. سيمون داوود اصبح جاهز للعوده الى ارض الملعب بالوقت يلي كاميرون بيل عم يسجل نقطتين جديد، افضل مسجلي سيسكو. سيمون داوود راح يعود الى ارض الملعب. خلينا نشوف مكان مين. جيمي سالم، جيمي ايضا بحاول يسلم زياد العلي، تيرن اوفر موجود. طارق عموري، طارق بحاول يروح للسله، في خطا، خطا من جيمي سالم على طارق عموري. 4 دقائق و34 ثانيه على النهايه. عم نشوف بالاعاده خطا كان واضح. سيمون داوود رح يدخل مكان جيمي سالم. غير رأيه توني كارا، حيخلي جيمي سالم على أرض الملعب وزياد العلي هو رح يخرج. خطأ كان على ريتشي أبي فارس. 4 أخطاء بده ينتبه جيمي سالم مثله مثل كاميرون بيل بالأخطاء الأربعة. بيتابع المباراة مع محاولة أيضا من كاميرون، ما بينجح بهالأمر. ريتشي أبي فارس عم بيروح عم يلعب لسيمون داوود، وفي خطأ من عمر الترك على سيمون داوود. ايضا ميغيل مارتينيز بيحمل 4 أخطاء، السبب سحبه احمد فران من الملعب، بيامل اكيد يستفيد منه بالدقائق الاخيره والثواني الاخيره من هالمباراه الكبيره بستيب اهاد سامر ليج. تو فري ثروز راح يكونوا لسيمون داوود بهالاثناء. العديد من الاخطاء عم يحصل عليها سيسكو تحت سله اكس اكس ال. راح ينجح بتقليص الفارق سيمون داوود، يسجل الاولي سيمون نقطه على 14، افضل مسجلي سيسكو والمباراه سيمون داوود. سيمون داوود بالمحاوله الثانيه ما بينجح فيها هالمره، الفارق هو 3 نقاط لمصلحه اكس اكس ال. طارق عموري ويا عم يخرج بالكره بمواجهه نيثن ووكر. طارق عموري تيرن اوفر
ما كان بحاجة لإله، كان بغنى عنه بالتأكيد، مش بوقتها أبدا يا طارق. أربع دقائق متبقية على نهاية، فريقك متقدم عم تحاول تروح لحالك، كنت على كل مدافعي سيسكو. جورج شويري بحاول يسلم نيتن ووكر، إنما خطأ بالتمرير واضح كان من جورج شويري. كاميرون بيل عم يستلم وعم بيسجل مرة جديدة. هيدا هو السلاح السري لأحمد فران، دائما عم بيكون اللاعب الأمريكي كاميرون بيل عم يدخل مرة جديدة وعم يترك بصمته. التقدم 5 نقاط لمصلحة XXL. لاحظنا شربي انه المدرب احمد فران ترك نجومه لاخر كوارتر. كلنا بنعرف انه اللاعب ما بيحق له يلعب اكثر من 30 دقيقه بالسمر ليج، وهلا عم نشوف على ارض الملعب نتيجه هالتكتيك اللي اعتمده احمد فران. عم نشوف طارق عموري، عم نشوف كاميرون بيل، عم نشوف رالف عال، عم نشوف عمر الترك، وعم نشوف ايضا سيفاكا تنجيان. اول ان يعني احمد فران بهالمباراه، باواخر هالمباراه، وعم ينجح بهالامر، لان كاميرون بيل مره جديده عم بيسجل، عم بيكون حاسم بالوقت يلي نيثن ووكر عم بيكون الحاضر الغائب من ناحية فريق سيسكو، توجد لوقت طويل على أرض الملعب، إنما اكتفى ب3 نقاط عند جورج شويري. التسارع دائما نيثن ووكر ما بينجح إنه يسجل، التركيز مفقود عند الرقم 9 من ناحية الفريق الأبيض. حيخرج من أرض الملعب نيثن ووكر. مارك أبي خرس وعم يبقى نيثن ووكر على ارض الملعب. اللي عم يخرج هو جيمي سالم وجورج شويري. عم نشوف مارك ابي خرس وايف كار عم يدخل ايضا بمحاوله لا تسديد من خارج القوس وتقليص الفارق. هل رح يتلقى سيسكو خسارته الثانيه على التوالي والثانيه بالسمر ليج، وهل رح ينجح اكس اكس ال بحسم الصداره بشكل مبكر ويفوز بمباراته الثالثه على التوالي؟ سيسكو تنتهي مبارياته اليوم وبده ينتظر المباريات المتبقية تيشوف شو هو ترتيبه النهائي. اكس اكس ال بدون شك في حال فاز اليوم رح يخطف الصدارة. ايف كارا منه لجوني نمر، واحد منهم بده يحاول يسدد عن 3 بوينتس. ايف كارا بياخذ الامور على عاتقه، وهو يلي عم يسدد ما بينجح بهالامر. رالف عائل على الديفنسيف ريباوند، بدون شك رح يلجأوا لتوقيف الوقت اكس اكس ال باواخر هالكوارتر داني ومحاوله التسديد من بعيد. هون لاحظنا شغله شربي لانه ايف كارا وصف الطابق لحاله كان على الميد رينج، فضل يرجع لورا. هيدا يمكن هون شوي غلطه كانت من ايف، غلطه خبره بالنهايه، بس اللعيب يفضى على الميد رينج مفروض اوبن شوت كانت اوبن شوت، يعني بشكل كلاسيكي ياخذ الشوطه دغري، خصوصي انه بعد في دقيقتين و28 ثانيه لنهايه المباراه. وشفنا انه هيدا دليل هون رجع لورا، اخذ ستيب باك، جرب يسدد ولكن كانت تسديدته بعيده، خطا. و رح نشوف اللاعب ايف كارا رح يجرب يعوض غلطه من خط الرميات الحره. ايف كارا ما بينجح بالرمي الاولي، وبعده فريق الاكس اكس ال متقدم 76-69 على فريق سيسكو. ايف كارا المحاولة الثانية، لاعب مواليد 97 بينجح ايف كارا، نقطه السابعة على ايف، والتقدم عم يكون لصالح فريق الاكس اكس ال 76-70. رالف عائل صناعة العاب فريق الاكس اكس ال. رالف عائل من جديد، شفنا اكيد اللاعب الي يوسف دخل من جانب المدرب احمد فران. رالف عائل محاولة بعيدة ما عم ينجح فيها، الي يوسف عم بيستعيد الكرة. اوفنسيف ريباوند لإلي سيفاغ لكاميرون بيل، احد اللعيبه اللي كان عنده فعاليه عاليه بالربع الاخير. كاميرون عم يخترق، حلو كثير الطريقه اللي اخترق فيها من البيز لاين وسجل ريفرس لاي اب، ولا اجمل من كاميرون بيل. سيمو داوود كمان ما بينجح، تسرع عم يكون من سيسكو، ريباوند كان عالي من نيسن ووكر، ولكن مرة جديدة ما عم ينجح اليوم نيسن، ما عم بيكون بالفعالية اللي عودنا عليها بالمباريات السابقة، ما شفناه من الخط المسافات البعيدة مثل ما عودنا سابقا. سيفاكا تنجيان عم بيروي الكرة، هون خبرة فريق المدرب أحمد فران، لعيبة أكيد بيتمتعوا بخبرة، خبرة الدرجة الأولى، وعم يستعملوها باللحظات الأخيرة من المباراة. يعني 78-70 هيدا هو الغائب الاكبر، الحاضر الغائب اذا فينا نقول ايضا عن مباراه اليوم، نيثن ووكر داني عم نشوفه امامنا على الشاشه. فقط اكتفى ب3 نقاط سجلها بالكوارتر الاول رغم وجوده
لوقت طويل على أرض الملعب. يمكن هالأمر فينا نسأله للمدرب توني كارا بعد نهاية اللقاء مع سيفاك تنجيان. يسلم رالف عقل، رالف بيحاول يعمل الدرايف على السلة ما بيقدر يسجل. رالف اليوسف كان على الريباوند. رباح جيم بيقول كرة لمصلحة سيسكو. بس ما يقول شارلي شاربي لأنه مثل ما الأمور مبينة فريق الـ XXL عم يتجه ليخطف أربع نقاط من هالمباراة، وبالتالي بيصير معه 13 نقطة عم ينفرد ويحلق بصدارة الترتيب، رغم أنه بعد عنده مباراة رابعة بعد ما خاضها ورح يخوضها بكرة. وبالتالي فريق الـ XXL بقيادة المدرب أحمد فران عم بيحلق بصدارة الترتيب. بهاللحظات كيف فريق سيسكو عم بيسجل وعم بيقلص الفريق وعم بيجرب بآخر 50 ثانية انه يقلب المعطيات. يعني 6 نقاط هو الفارق، منا صعبه بعالم كره السله، انما عم يعرف يتحكم بالمباراه حاليا فريق اكس اكس ال. وكاميرون بيل عم يقضي تماما على حظوظ سيسكو بالخروج فائز من هالمباراه. كاميرون بيل كان عم يسدد على 3 نقاط، انما ايف كارا عم يخلي شوي فريقه باجواء اللقاء. 81-75 من المطلوب ارتكاب خطا هلا من قبل لاعبي سيسكو لتوقيف الوقت. لوسيان نخول عم يخلي الكرة معه بآخر 18 ثانية. يبدو الأمور انتهت. لوسيان نخول بمواجهة سيمون داوود، ما في أي خطأ، لوسيان عم ينجح أنه يفرط بيلعب للخارج لسيفاك تنجيان، أيضا سيفاك لإليوسف. انتهت الأمور، جيم أوفر بالنسبة لسيسكو. 83-75 XXL عم بيفوز بهالمباراة، ومع أيضا عم يخطف صدارة الترتيب العام. بالتأكيد MVP المباراة هو الأمريكي كاميرون بيل. حكون أيضا مع بعض المقابلات. نرجع نشوف المدرب فؤاد جرجس عم يسلم جائزة MVP لكاميرون بيل. كاميرون بيل يلي خلوني شوف قدي سجل. سجل 19 نقطة كاميرون بيل. أصبح إلى جنبي المدرب أحمد فران. كوتش أول شيء ألف مبروك. Thank you. يعني للمباراة الثالثة على التوالي XXL عم ينجح إنه يثبت حضوره. لكن بدي بلش معك ببداية المباراة. بلشت بعبد الوهاب حموي، شفنا ريتم الفريق بطيء. سحبته من أرض الملعب، لعبت بثلاثة جاردية وتغير تماما XXL. الكل كان عم بيقول قبل بداية البطولة إنه الأدفانتج عندك وجود عبد الوهاب، لكن أنت عم تثبت العكس. لحد هلا نحن بعد ما استعملنا عبد الوهاب بعده ما يعني متاخر كثير ليفوت بجو الجيمات، بعده اوت اوف شيب تبع الجيمز. سو انا عم بجرب بلش فيه لاعطيه شويه كونفيدنس، لما عم لاقيه انه بده وقت ليقلي عم برجع العب بفايف جاردز. هذا الشيء عم بيساعدنا كثير، وسبيشلي انه معي لعيبه ذي كان سكور. لما غيرنا الديفنس بالكوارتر الثاني لعبنا بريس فول كورت كل كوارتر، قدرنا نسكر الجاب 4 تيرن اوفرز ورا بعضهم عملوا والتاخر بالسكور، وقدرنا نربح الثاني كوارتر وثالث كوارتر والرابع والجيم. خلصنا بطريقه ممتازه، بس اليوم عتبي على الشباب شوي بالتيرن اوفرز، عملنا كثير تيرن اوفرز، كان لازم نخلص الجيم ابكر. كثير ضيعنا طابات الأوفنس. كوتش يعني اليوم كاميرون بيل كان سلاحك السري مثل العادة على صعيد سكورينج، سجل 19 نقطة، كان أفضل مسجل بالمباراة. امبارح كان دون المستوى، كان بعيد عن الجو. هيدا اللي بدي أحكي عنه. لكن أيضا بالمقابل نيثن ووكر سجل فقط 3 نقاط بأول كوارتر، وقف عندها دفاع ممتاز كان من ميغيل مارتينيز عليه وخنقه تماما. 100% نحن شفناه بأول مباراتين لسيسكو نيثن ووكر، جريت شوتر. سو ميغيل انا بعرفه من الرياضه 3 سنين، از ا جريت ديفندر، وقدر يشله كل الجيم، وهو البست سكورر بعتقد عانوا كثير. ونحن بنفس الوقت صرنا نلعب جريت ديفنس وناخذ ايزي باكتس على الاوفنس. يعني بعد 4 ايام على انطلاق البطوله لا يزال اكيد امام فريقك مباراه وحده. الكل كان عم بيقول افضل فريقين كانوا عم يتواجهوا اليوم، بتلاقي انه المواجهه بالمباراه النهائيه ممكن تكون مع سيسكو ايضا. سيسكو فريق كثير منيح، عنده عناصر شابه ممتازين. صراحه كثير الامور مخلوطه والاوراق مخلوطه، بس انا كمان برجح فريق كوتش رورو زلعوم فرانك يرجع يعملوا كامباك ويكونوا بالفينال. شكرا لك كوتش احمد فران، والف مبروك مره جديده على الفوز بالمباراه. خلينا نشوف تسليم جائزه افضل لاعب بالمباراه MVP المباراه لكاميرون بيل.
كاميرون بال اذا عم يستلم جائزه الام في بي. بس سكورر كان هالمباراه ب 19 نقطه كاميرور. ايضا الى جانبي اصبح طارق عموري واحد من اللاعبين اللي لعبوا دور كتير كبير اليوم بالفوز بالمباراة. طارق شفنا كوتش احمد فران عم يخليك لوقت طويل على ارض الملعب، لكن مش بس الهجوم كان سر نجاحك اليوم، انما ايضا دفاع من ميغال يلي اذا فينا نقول مسك نيثن ووكر بشكل كتير كبير، الى الفول كورت براس يلي عملتوه بالكورتر الثاني. كل شيء بلش بالديفنس اول شيء، انه بلشنا بدايه كتير بطيئه، كوتش انا مركز على الديفنس، نقلنا ل 2-1-2 و 1-2-2 وهي غيرت المباراة، صرنا عم نستقتل أكثر، نجيب ستيلز، نلعب فاست بريك، ومثل ما شفت من ميغال لكل لعيبة لعبنا تيم أفورت وكتر خلق الله ربحنا بالآخر. يعني سيسكو كان قبل بداية المباراة هو الفريق الأفضل، كان فايز بثلاث مباريات وكان أيضاً عم يتصدر الترتيب العام، برأيك بعد فوزكم على سيسكو وتصدركم فينا نقول إكس إكس إل هو المرشح الأقوى أصبح للفوز بالسامر ليج؟ أكيد، نحن بعتقد أكثر فريق بنلعب مع بعض. وبيج بيج ثانكس لكوتش فران، كوتش كثير كثير شاطر وبيعرف كيف لعبنا مع بعض. بتعرف عندنا كثير عناصر اسامي كبيره كمان، بس عم نلعب مع بعض، عم نلعب تيم ورك وبالاخر عم ننهي الجيم نحن، يعني اذا تربحنا بتلعب فور جيم كورت ضدنا وان شاء الله نربح البطوله. يعني بتمنى انت يعني باب وجودك وجود سيفاك وميغال ورالف عقل اللاعبين السريعين على ارض الملعب، بوجود عبد الوهاب حموي عم يكون الفريق ابطا، كيف ممكن تستفيدوا من وجود عبد الوهاب على هو بتاع سنتر طويل بده بعد اكسبيرينس اكثر، بس وتعطيه الطابه ويلعب على مهله ما في يوقفونا، عرفت كيف؟ فينا نلعب انسايد اوت، نعطيه الطابه يعملوا دبل، نعطوه لبرا على الثلاث نقط، بس وجوده كثير بيساعدنا بالريباوند بالديفنس، عرفت كيف؟ اذا واحد تحت السله بيوقف بس بيعلي ايديه بيكون كثير خطر للفريق الثاني، فعم بقول لك كل لعيبه كلنا عم نعمل اساينمنتس تبعولنا وعم نلعب كثير منيح. ثانكيو لك طارق، ثانكيو لك والف مبروك مجددا على الفوز بهالمباراه. رح نشوف اذا فينا ناخذ حدا داني من فريق سيسكو بالكي كوتش توني كارا. بعد معنا حوالي الخمس دقائق. اصبح الى جانب جيمي سالم من فريق سيسكو. جيمي يعني مباراة ببدايتها كانت لمصلحتكم، انتم كنتم متصدرين حتى الترتيب قبل بدايه هاللقاء، لكن وقعتوا بمشكله كثير كبيره، هي مشكله التيرن اوفرز بالكوارتر الثاني، لهالارباك يلي صار عند فريق سيسكو بالكوارتر الثاني بعد ما نفذ اكيد احمد فران فول كورت بريس ضدكم. بريس فاجئنا فيها صراحه كوتش فران، و يعني عم نحضر شوي، لازم نحضر شوي زياده للجيمات اللي جايه تما نوقع بهذا الفخ مره ثانيه اللي هو البريس. ومثل ما لاحظت يعني صاروا جيمان مبلشين منيح، يعني عم بلش كثير منيح، عم نكون اب عم نرجع نقشط، فهيدي لازم نلاقي لها حل هلا، ولازم نلاقي لها حل قريبا جدا. بعده سيسكو برايك مرشح للعب الادوار الاولى بالسمر ليج او للفوز باللقب، خصوصا مع اكس اكس ال اليوم احرز العلامه الكامله ثلاث انتصارات متتاليه 100%، بس ما في شيء اكيد، يعني ما بتعرف، نحن طول ما نحن هون طول ما نحن رح نلعب كثير منيح ورح نجرب ما نخليهم يكملوا بهذا الربح. لاي مدى زعجكم عدم وصول نيثن ووكر لمستواه بمباراه اليوم؟ كان بعيد جدا عن مستواه، سجل فقط ثلاث نقاط. يعني لاحظت انت اول جيم مدري الثاني اذا ماني غلطان بين على مستوى كثير عالي نيت، فان شاء الله يرجع لهذا المستوى، نحن اذا كان نيت بهذا المستوى ونحن كملنا يعني كملنا معه اللعب بشكل يربحونا الفريق اللي بوزنا. ثانك يو لك جيمي، خليني اخذ كوتش توني كارا قبل ما ينتهي وقتنا. ثانك يو لك اكيد على هالمقابله. جيمي سالم واحد من اللاعبين المميزين بهالمباراة. كوتش توني كارا اصبح الى جانبي. كوتش اول شيء هارت لك، مباراة جميلة جدا، الفريقان الأفضل من دون شك كانوا عم يتواجهوا، كان من الصعب إنه نتوقع هوية الفائز، بلشتوا بطريقة كثير منيحة، لكن خيبة الأمل الكبرى يمكن بالنسبة لك اليوم هي نيثن ووكر. يعني لا هو شوف على اعتبار شفتك تركته لوقت طويل على أرض الملعب وما خدمك. إيه مزبوط، بس كانت حتكون بعد على أصعب لو يطلع، على القليل بدل يقدر يساعد شوي ديفنس، شوي ريباوند. اللي عندهم اياه هلا فريقهم كثير حلو، انا حبيته، واللي عندهم اياه الجاردز كثار، هول الخمسه جاردز كانوا كثير صعبين علينا، يعني بس عم تنزل طويل من عندك بيج تجيب ريباوند
بتلاقي خسرت الديفنس. جبت ريباوند بس خسرت الديفنس. ما كلهم جاردية عم يلعبون. رجع نزل جارد خسرنا كمان نحن ريباوند. يعني عندك على طول محل في جاب كتير كبير بالفريق. جربنا وميغال عمل جريت ديفنس عليه كمان يعني ما فينا صحيح من قبله دفاع ولا ميغال. خنقوا ميغال تماما. نايثن ووكر شوتر كتير مهم. نايثن ووكر كوتش يعني بالكورت الاول تميزته بالفاست بريك بشكل مميز جدا، لكن من بعد الفول كورت بريس ارباك بالفريق تيرن اوفرز واستمر هالامر معكم يعني بالكورتر الثاني كله تقريبا. ليك اذا بدك ضيقنا بس مش كل الكورت. لا اذا انطبعت رجعنا من بعد التايم اوت شوي حطينا النقاط الصحيحة كيف طلعوها. بس هن بالثاني احنا ما توفقنا. ضربنا عملك بالثالث كمل بخمس جاردية. هيدي اكتر شيء انا ما قدرنا طلعنا منها، خصوصا انه مثل ما حضرتك قلت الاجنبي ما كتير قدر يساعدنا. كان ديفنس لميجال كتير صعب. هلا ان شاء الله نساعد على الديفنس يعني عجيبة هون. بس كمان الفاس عملوها كانت كتير حلوة. لا ثلاث أربع دقايق إيه مش محضرين لقلقتو. أكيد لا أكيد لا هلا. بس إنه فريقنا نحن ما كان منتظر يوصل لهون. فاجأ الكل. صحيح. كانوا الكل مصوتين أول فريق بيقشوا. لا بس ما فينا حسابة وحدة هالقد نصير داون. بالعكس كتير مبسوطين عم يلعبوا كلهم على قلب واحد. عندهم هالإرادة وهالويل بدهم يكونوا بمحل حلو يعني. لحد هلا بقدر أقول قدروا وصلوا وان شاء الله. انا هي اكيد اذا وصلت لمباراه نهائيه حساباتك رح تكون غير بمواجهه. ليك انا بعد في فريق فرانك كمان نعم حسيته عمل فوبا باول جيم. بعد عنده حظوظ كثير كمان يطلع. ما بتعرف سيمي فاينل الا غير تيست يعني عند اللاعبين. بدك تشوف اللي عنده اكسبيرينس اكثر بيقدر يداين اكثر. ثانك يو لك كوتش توني وجود لك للمباريات المقبله. طبعا مشاهدينا بكرة مباراة جديدة بالسامر ليج. مباراة رح تكون الساعة 9:30 المساء مش الساعة 5:30 مثل ما تعودنا. دائما من قاعة نادي غزير ودائما مع سكند اديشن من مسابقات سامر ليج. إلى اللقاء. Always connect. Always connect. Always connect. Step ahead. Step ahead. Step ahead. Beat limits. Limits. Step ahead. Step ahead.